أنا كلش سعيد إنه أكون اليوم أنا كشخص مسيحي موجود هنا، وهاي مو السنة الأولى اللي أكون موجود بيها ومنظم مع باقي الفريق هذا، خلينا نقول الكرنفال الطفولي الراقي اللي نشوف فيه الابتسامة الجميلة على الأطفال. صح إحنا كلش تعبنا، بس فرحتنا كانت وإنه نشوف هاي الأطفال عايشة هاي الأجواء وكلش سعيدة، فهذا أكيد يدخل السعادة بقلبنا. أنا كشخص مسيحي اليوم أحب أوصل للعالم كله إنه هي هاي نينوى، هي هاي الموصل، هي هاي أم الربيعين اللي الكل كان عايش بيها بسلام وما عدنا أي تفرقة. فهي رسالة صغيرة نريد نوصلها للكل إنه تعالوا شوفوا الموصل أشقد حلو. أرض الموصل القديمة ومن هذا البيت التراثي نقول للعالم أجمع رمضان كريم ورمضان مبارك. أقامت مؤسسة بيتنا للثقافة والفنون جولة ترفيهية لأطفال الموصل القديمة من خلال إحياء العادات والتقاليد الموروثة الموصلية والعراقية، وقاموا بإنشاد بعض الأغاني الفلكلورية التي يستقبلون بها رمضان، ما جينا يا ما جينا حل الكيس وانطينا، وهذه المقطوعات الإنشادية. وكانت هناك جولة ترفيهية في باص الموصل السياحي وزيارة الأماكن التاريخية. هذا الزي الذي ارتديه هو زي الملا عثمان الموصلي، هذه القامة الكبيرة التي تعتبر رمز من رموز الموصل. هذا اللبس نرتديه أولا لكي لا يندثر، ولكي نعرف الناس بالملا عثمان الموصلي من هو وكيف كانت ملابسه.